ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير. معانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنسيش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا. النهارده بيتكلم عن اللي حصل في الملعب قبل مباراه المنتخب الوطني الجزائري مع ايران، ووقفوهم دي حداد، وطبعا لبسهم للتيشيرتات عليها الفقيد بلال بن حموده ربنا يرحمه، لفته كويسه جدا 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 ما شاء الله عليهم بصراحه، حاجه موقف رجولي جدا جدا جدا. رجاله وقفوا في الملعب يعني لابسين التيشيرت عليه الصوره، حاجه فعلا تهتز لها القلوب فعلا. يرحم الفقيد بلال بن حمودة يا رب، ويصبر أهله والدي أمه وأبوه يا رب العالمين، ويحمي الشباب دولت لأبائهم وأمهاتهم وبيوتهم وأزواجهم، لأن هم فعلا باللفتة بتاعت النهاردة قد إيه أثبتوا إن هم رجالة يعتمد عليهم فعلا، إن هم قدروا وقفوا وعملوا المنظر الجميل ده، حاجة فعلا عشان عملوها من قلبهم وصلت لقلوب الناس. يكونوا قدوة للناس كلها، واشوف حضراتكم على ألف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.